إذا توضأ فأحسن الوضوء. وأحسن الوضوء معناها أنه أتى بفرائضه على الوجه الكمال، على وجه الكمال، وحرص على سننه. أتى بفرائضه على وجه الكمال وحرص على سننه. والناس في الوضوء طرفان ووسط: طرف لا يعتني بوضوئه ولا يبالي بوضوئه، ولربما ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء، وهذا مذموم ومتوعد بالعذاب. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وطرف يوسوس في الوضوء حتى يكثر صب الماء ويمضي الوقت الكثير في الوضوء، وربما قاده ذلك إلى أن يجعل الوضوء غسلا وأن يغتسل لكل صلاة، وهذا وسواس وهو مذموم لا خير فيه، ولا ينبغي للمؤمن أن يدخل نفسه فيه ولا أن يقترب من بابه. والوسط هم الذين يعتنون بوضوئهم فيحرصون على تكميل الفرائض وعلى الإتيان بالسنن من غير مجاوزة للحد، لا في العدد ولا في صب الماء ولا في الوقت الذي يقضونه في ذلك. وهؤلاء هم المحمودون المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر صب الماء، بل كان يتوضأ بالمد وهو ما يملأ كفي الرجل المعتدل مع إسباغه لوضوئه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يكاد يبل الأرض إذا توضأ صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم هم المحمودون وهم السابقون وهم الفائزون بالأجر العظيم في الأجر في الوضوء. فقوله صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء فيه فضيلة إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء.